Hello guys, this video will be in Arabic. In English tutorial, find the link below this video in the description. الفيديو التالي أصدقائي راح أحكي فيه عن ميزة جديدة في فيسبوك، ميزة للبعض مهمة وللبعض الآخر ممكن تكون غير مهمة. الميزة هي أضافها فيسبوك بحيث أنه يخفي عدد الإعجابات للمنشورات على الفيسبوك. طبعا بإمكانك التحكم أنك تخفي الإعجابات بإمكانك التحكم أنك تخفي الإعجابات لمنشوراتك عن الآخرين، يعني أنه أي مستخدم ما يشوف عدد الإعجابات على منشوراتك. وكمان بإمكانك تخفي عدد الإعجابات من منشورات الآخرين، يعني أي منشور على الفيسبوك أنت ما تشوف قديش عدد الإعجابات عليه. هذول الخيارين أضفهم فيسبوك بعد تحديثات الإنستغرام في إخفاء عدد الإعجابات، طبعا بعد عمليات استعلام كثيرة من شركة فيسبوك وطرح أسئلة واستفتاءات سيرفيز، وكان كثير من أو نسبة كبيرة من المستخدمين حابين هاي الميزة إنه يتم إدراجها، ونسبة ثانية مش حابين هاي الميزة إنه يتم إدراجها. فالشركة اتخذت قرار إنها تخليها من ضمن الإعدادات بحيث إنه كل مستخدم يتحكم فيها. فهذا الفيديو راح أحكي لكم عن هاي الميزة وكيف تتحكموا فيها. طبعا هذا المنشور على حسابي على الفيسبوك، ولاحظ إنه عليه 2 إعجابات من فؤاد وكاسترو، مكتوب تحت عدد الإعجابات في الأخير you can see the total number of reaction to your post، يعني بالعربية مكتوب إنه أنت بتقدر تشوف عدد الإعجابات لمنشوراتك الشخصية، مكتوب هيك. طبعا راح هذا حسابي على الفيسبوك، وخلينا نفوت من حساب الصفحة ونشوف كيف الـ المنشور بظهر لعدد الإعجابات. نروح على نفس المنشور ولاحظ انه في نفس المنشور ايش ظهر عندنا؟ ظهر عندنا بس انه في اعجابات بس العدد تاعهم مش معروف قديش، ومكتوب انه مثل ما هو ظاهر عندكم خليل الشريح كان سي ذا توتال نمبر اوف رياكشن تو ذيس بوست، انه فقط خليل الشريح اللي هو صاحب المنشور اللي هو الحساب الثاني لإلي هو بيقدر يشوف عدد الاعجابات لهذا المنشور. فطريقة التحكم فيها راح اعطيكم اياها. طبعا راح احكي في شغلتين في طريقة التحكم. اول شيء للحسابات اللي موجود عندهم صفحات بالتحديث الجديد نيو بيجز اكسبيرينس، مثل صفحتي حاليا هاي نيو بيجز اكسبيرينس، بامكانك التنقل بين الصفحة وحسابك الشخصي من الاعدادات الموجودة هان. الاعدادات في الاعلى الموجوده بامكانك التنقل بين الحساب والصفحه. هذا اللي هو بالنسبه للي عنده صفحه من نوع نيو بيجز اكسبيرينس او من تحديث الصفحات الجديد، وراح احكي كيف انك تفوت على الاعدادات من المستخدم العادي اللي ما عنده مثل هيك صفحات. طبعا خلينا اول شيء نرجع على الاعداد الحساب العادي، ما تفوت على الصفحه لازم تكون انت اذا انت عندك نيو بيجز اكسبيرينس تكون انت فايت على اعدادات حسابك او محول لحسابك مش ما بتستخدم الصفحة. بعد ما تفوت على المنيو بتروح على settings and privacy وبتختار settings الإعدادات. بمجرد ما تفوت على settings لاحظ انه عندك في الأعلى موجود search settings او البحث في الإعدادات. طبعا للأشخاص اللي عندهم new pages experience ما عندهم، للأشخاص او المستخدمين اللي ما عندهم new pages experience اللي ما عندهم صفحة بالتحديث الجديد، اول ما يفوت على الإعدادات بإمكانه انه ينزل للأخير ويلاقي عنده موجود اعدادات رياكشنز بريفرنسز، اسمها رياكشنز بريفرنسز. طبعا هي بتكون موجوده على الاغلب في خيار النيوز فيد سيتنجز، بكون موجود عندك كان مباشره رياكشنز بريفرنسز. اذا انت عندك التحديث الجديد للصفحات فانا صراحه ما اندليت وين بالضبط انه نقدر نلاقي هذا الخيار، ولكن في طريقه سهله جدا انه في عندك في الاعلى موجود سيرش سيتنجز تنقر عليها تكتب رياكشنز. طبعا انا بستخدم الفيسبوك باللغة الانجليزية فالبحث عن الخيار لازم يكون باللغة الانجليزية. اوكي رياكشنز، لاحظ انه ظهر عندي رياكشن بريفرنسز، هذا هو الخيار. اذا عندك تحديث الصفحات الجديد فاعمل بحث على رياكشن بريفرنسز راح يظهر عندك وتفوت على هاي الاعدادات، بينما اذا ما عندك تحديث
الفيسبوك او ما عندك صفحه بنظام التحديث الجديد مثل ما انتم شايفين اللي بتغير بينهم، فبتلاقي الخيار مباشره في الاعدادات في الاسفل. بينما كمان ايضا بامكانك تعمل بحث، يعني مش شرط انه الخيار يكون موجود عندك او غير موجود او مش مندل وين بالضبط في اي منيو موجود، فقط انت بتقدر تعمل رياكشنز. هذول الخيارات الموجودات لدي اكشن بريفرنسز، اعدادات الاعجابات. الاعداد الاول او الخيار الاول هو هذا الخيار اللي هو بيخفي عدد الاعجابات المنشورات اللي مش لإلك، المنشورات الموجودة على الفيسبوك جميعها بيخفي العدد عنها. هذا ممكن يكون موضوع له علاقة بالنفسية الموجودة عند المستخدمين، انه في بعض المستخدمين لما يشوف عدد اعجابات منشور قليل ما بتفاعل معها مثل ما يشوف عدد اعجابات منشور كبير، او اذا كان المنشور عليه عدد اعجابات كبير فهو ما بقرأ او بقرأ هذا المنشور، بينما اذا ما عليه عدد اعجابات كثير او كبيرة ما بقرأ هذا المنشور وبكمل. فبعض المستخدمين اذا عندهم هاي الحالة النفسية بامكانه يستغل الميزة الموجودة في انه يخفي عدد الاعجابات، فبالتالي اي منشور بظهر عنده راح النفسية عنده تتعامل مع المنشورات جميعها على اكمل وجه. طبعا هاي الشركات بتتعلق او هاي الشركات بتهتم كثير في نفسية المستخدم وسبل راحة المستخدم والعلاقات، وبتعمل دراسات عن المستخدمين بشكل مستمر، فبالتالي هذا التحديث مهم جدا لبعض المستخدمين. يعني بعض المستخدمين بيشوفوا انه هذا التحديث رائع جدا من الشركه، انا مش راح افعل هذا التحديث، فمجرد انت ما تلغي خيار التحديث مباشره الاعدادات بتم حفظها، ما في يعني زر للحفظ. الخيار الثاني اللي هو يخفى عدد الاعجابات من منشورك انت الشخصي، بمعنى انه اي منشور انت بتنزله ما بقدر حد من الفيسبوك او مستخدمين الفيسبوك يشوف قديش عليه عدد الاعجابات. احنا بنحكي عن عدد الاعجابات، ماشي، ما بنحكي عن ايش الرياكشن الموجود عليه، بنحكي عن العدد، يعني ما بظهر عندهم العدد. ف هذا هي بالنسبة للإعدادات. هذا الإعداد أنا مفعله عندي لأنه أحيانا أنت لما تفعل الإعداد عندك أو أحيانا أنت حسب توقعك الشخصي أو حسب ما هو أنت شايف. أنا شايف أنه المنشورات اللي عندي لما يكون مش واضح عليها عدد الإعجابات، هذا الأمر بخفي أسماء اللي بيعملوا إعجاب عندي، كمان ما بظهر عندهم أسماء، ما بظهر أسماء اللي بيعملوا إعجابات على منشوراتي، مثل ما عملنا من شوي، شفنا المنشور من شوي بظهر الإعجابات بس ما بظهر العدد، فبالتالي ما بظهر الأشخاص اللي بيعملوا إعجابات كمان. فهاي ميزة كمان أو نقطة حبيت أشير لكم إياها. فلو جينا مثلا عندنا هذا المنشور، لاحظ إنه في عليه إعجابات بس أنت ما بتقدر تعرف، لا هي بتقدر تعرف من الإعجابات صراحة، بتقدر تعرف من همي بس العدد ما بتقدر تعرف العدد. فلو جيت أنت على أور لاحظ إنه في شخصين بتقدر تعرف العدد من خلال إنه تعدهم يدويا شخصين، بينما في الوضع الافتراضي مثل هيك ما بظهر عندك العدد. بينما لو ضغطت وحطيت all أو الجميع الإعجابات بتقدر تعدهم وتعرف كم عدد الإعجابات، بينما إذا كان عندك مثلا 100 200 300 فصعب إنه المستخدم يروح يعدهم لحتى يعرف. والموضوع إنه لو حتى عرف عدد الإعجابات موضوع مش خطير ومش بديهي، هو فقط إنه إخفاء عدد الإعجابات من ناحية نفسية مثل ما حكيت لكم في البداية، من ناحية نفسية، بينما عدد الإعجابات لو المستخدم نقر على all بقدر يعدهم. هاي طبعا ما كنت ملاحظها بالأول، فحبيت إنه نجربها مع بعض في هذا الفيديو ونشوف. لا، لو نقرت على all بتقدر تشوف عدد الإعجابات، ولاحظ إنه أنا مغير على عددات الصفحة وظهر عندي فقط إنه خرير الشادح بقدر أشوف عدد الإعجابات على هذا المنشور في الأسفل. هذا بالنسبة للتحديث الجديد من فيسبوك. ما تنسوا تعملوا إعجاب ومشاركة مع أصدقائكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس إذا حابين يوصلكم تنبيه أول بأول في حال إطلاق فيديوهات جديدة. وتحياتي.